واش منيت بلوكيتيني واتساب ملينا داك يا كوثر كانت كتقرا كيف كاع الناس كيف كاع الشباب ديال هاد الجيل قريت في الكلاس بريبا وابوندونيت باش ندير الموسيقى حيتاش انا من صغري وانا الالهام ديالي انني نكون مغنيه عالميه وتخليت على اي حاجه في على قبل الموسيقى هي في الصراحه الاغنيه ديال انت حبيبي باش سمعتها انا اول مره وكنت جالسه انا والملحن ديالي حسيني كان باش كنخدموها جات كلمه حبيبي وانا كنت كندير الراب قلت كيفاش حبيبي غادي نديرها في تراك وكيفاش غيكون الرياكسيون ديال لي فان ديالي وداكشي من بعد ملي تحطات الاغنيه وحسيت بها فريمون واحد الاغنيه اللي واعره صافي خدمتها و عجبت بزاف ديال الناس ضروري ما خاصك تكون تايق في داكشي اللي كتخدم حيت الا ما كنتيش تايق في داكشي اللي كتخدم راه بحال ما كاين والو